إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش مع الحصيلة اليومية، حصيلة كما أعلنت عنها وزارة الصحة مساء اليوم. مازال الإصابات كتسجل بطبيعة الحال، نطلب الله السلامة أكيد، نتمنى من الله أنه يرفع علينا هذا الوباء باش نرجعوا الحالة الطبيعية والحياة الطبيعية بطبيعة الحال. إذن أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن إصابة 645 إصابة مؤكدة جديدة فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وبهذا أكيد بعد تسجيل ديال 645 إصابة فأكيد أن الحصيلة كترتفع. وأعلن نفس المصدر عن وفاة 13 حالة وفاة، 13 ضحية من ضحايا كوفيد 19. 13 وفاة، نطلب الله السلامة أكيد، مزيدا من الحيطة والحضارة، عدد الوفيات ما زال كتسجل الأرقام كتخلع للأسف الشديد. فيما تم التأكد من شفاء 1372 حالة شفاء إضافية، أكدت التحاليل المخبرية سلامتها من عدوى كوفيد 19. ما فيها بأس أنكم تردوا البال، وما فيها بأس أنكم تكونوا على بال، وخاصة أن عدد الإصابات ما زال كتسجل. جهة طنجة تطوان الحسيمة بدورة كتسجل تقريبا 58 إصابة جديدة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، طلب الله السلامة أكيد، نتمنوا أن الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء باش نرجعوا للحالة الطبيعية. أرقام ما زال كتسجل مزيدا من الحيطة والحذر، 58 إصابة، رقم كما نقول بأن عدد الإصابات بجهة الشمال انخفضت تدريجيا مقارنة مع الأرقام، نقدر نقول أرقام قياسية وأرقام كارثية اللي كانت كتسجل. الحمد لله، نتمنى من الله أنه يرفع علينا أكيد هذا الوباء، لأن يعني الكل عانى والكل لا زال يعاني. مزيدا من الحيطة والحضر، أكيد تهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة وكذا السلامة الصحية وانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل روح ومسؤولية. هذه الأجواء مباشرة من مدينة العرائش مع حصيلة، مع الحصيلة، حصيلة جهة طنجة تطوان الحسيمة اللي بدورها سجلت 58 إصابة وصفر وفاة خلال 24 ساعة الماضية.